في المغرب دائما استقبل حزب الاتحاد الاشتراكي بمقره بالرباط كارول موسلي براون عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي وأول امرأة من أصول إفريقية تصل إلى الكونغرس. وصرح إدريس لشجر الكاتب الأول للحزب بأن أهمية هذه الزيارة تكمن في السياق الذي تأتي فيه مع ما تعرفه الساحة الدولية من تطورات، معتبرا أن المملكة المغربية والولايات المتحدة تقدمان نموذجا ولعب أدوار رئيسية من أجل السلم. أهمية هذه الزيارة واستقبالنا لضيوف كبار من هذا الحجم لا شك أن ربطها بالسياقات التي تجري فيها غادي تعطيها أهمية كبرى. اليوم العالم تتربص به جائحة، إذا كنا نعلم مبتدأها لا نعرف خبرها فيما توصل، والعالم مدعو إلى مقاومتها. المغرب لعب دورا أساسيا مع الدول الإفريقية، الولايات المتحدة الأمريكية كقائدة للعالم ينتظر منها أن تلعب بعد مقاومتها للجائحة في بلدها، ينتظر منها أن تلعب أدوارا كبيرة في هذا الإطار. كذلك ما تعرفه الساحة الدولية من توترات وحروب تمس السن، بلدينا قادرين ويقدمان نموذجا، خاصة اليوم في عهد الرئيس بايدن، بلدينا تحت قيادة جلالة الملك وتحت قيادة الرئيس بايدن قادرين باش يلعبوا أدوار رئيسية اليوم من أجل السلم، من أجل رفاه البشر، من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل مقاومة هذه الجائحة. نحن نراهن على هذه الزيارة من خلال هذه الشخصية المرموقة لفتح قناة للتحاور مع كل النخب السياسية والحقوقية المساندة للقيم التي نحملها معاً.